من له المصلحة في يعني في هذا الصمت وهذا السكوت؟ يعني عدة جهات. أولا الجهات الغربية التي تضع يدها على مقدراتنا وعلى ثرواتنا وعلى أنظمتنا في الحكم وتضع يدها على كل شيء في بلادنا، هذا أولا، لأننا نحن انهزمنا في الحرب العالمية الأولى، سقطت الخلافة الإسلامية، نحن الآن تحت ظل أو سيطرة القوي اللي هي أمريكا، وهي التي فازت ودام هذا ما يقارب تقريبا 100 عام وشوية، من 1914 الآن راه جاي 100 عام وست سنين تقريبا ولا 10 سنوات. ثم من له المصلحة هو الانتهازيون أو أهل المصالح أو المصالح الضيقة، سواء كانت مصالح اقتصادية أو مصالح سياسية أو مصالح ديال الحفاظ على الكراسي أو مصالح الحفاظ على الامتيازات المختلفة، فهادو هما ولا يدركون يعني المواقف التاريخية التي تسجل وكتفوت على هذا التراب وعلى هذه البلاد وعبر البلاد العربية. ثم من له المصلحة كذلك بالنسبة لبعض الأنظمة العربية، أن هذه الأنظمة العربية يعني متورطة مع الكيان الصهيوني يعني بشكل كبير جدا، وهذا رأيناه في الدعم يعني في الدعم الذي قدم للكيان عبر إمداده بالمواد الغذائية وغير ذلك، لأن توقف وتناقص ديال الحركة الاقتصادية داخل الكيان يعني جعله يشعر بالنقص، خصوصا أنه كان يعيش رفاهية مطلقة. من له المصلحة في هذا السكوت؟ يعني بالنسبة بعد أسباب ديال هذا السكوت، وهو هناك خوف متوهم، هناك عدم إدراك للواجب الديني والشرعي والقانوني والسياسي واللحظي وواجب الوقت الذي يجب على الإنسان أن يقوم به يعني في دائما في كل وقت. هذه الوقفة هذه اللي كتجي تخليدا لليوم القدس العالمي لكي يخلدوا جميع العالم الإسلامي في الجمعة الأخيرة من رمضان، نحن نقف اليوم ونندد بالإجرام الصهيوني وبالنفاق الغربي وبالتواطؤ الغربي والعربي مع الكيان الصهيوني في مذبحته ومجازره التي يقوم بها في غزة. احنا الآن في اليوم 182 يوم والقصف المستمر، القتل الممنهج، حتى الوفود المتطوعة الغربية لم تسلم من همجية وقتل الكيان الصهيوني. احنا اليوم كانت أسهو اللي وصلت لي هذه الحالة هذه بالنسبة لغزة، وكانت أسهو أكثر للصمت ديال الدول العربية، هذه الدول اللي كنا كنتمناو أن يكونوا هما السباقين للدفاع والمساندة، فإذا بنا كنلقاو الحكام ديالنا من الخليج إلى المحيط يقفون إلى جانب الكيان الصهيوني بالصمت والتفرج، وهذا في حقيقة أكبر خيانة للقضية. احنا اليوم في إحدى الوقفات اللي كيعبر من خلال ساكنة مدينة أكادير وأكادير الكبير على التضامن ديالهم مع الشعب الفلسطيني، بطبيعة الحال هذا ما يملكونه وأنه يسمعوا صوتهم للعالم ككل، للمسؤولين في الوطن اللي خارج الوطن، أن سوس العالمة وأكادير متضامنة مع الشعب الفلسطيني الذي تعرض اليوم للمجزرة، دي منها مجموعة من المجازر التي تعرضها في التاريخ ديالو، وبالتالي الواجب الإنساني، الواجب الديني، واجب الانتماء كذلك الأمة العربية كيفرض علينا على أنه نعلن على التضامن ديالنا بصفة مستمرة. ما يقع بطبيعة الحال هو يعني منتظر من كيان مجرم قام بمجموعة من المذابح من 48 في 67 جنوب لبنان في غيرها يعني من المواقع اللي كتأكد فعلا يعني الإجرام ديالو. كذلك منتظرة لأنه لم يفي يوما بوعد، الأرض مقابل السلام في الأخير عطتنا حصار ديال الشعب في غزة أرضا وجوا وبرا، وكذلك يعني الضفة أصبحت كلها مستوطنات، ثم بيت المقدس يتدخلون فيه يوما، يدنسون يوما صباح مساء، مرة تحت ما يسمى بالتقسيم الزمني وكذلك في انتظار تقسيم المكاني.
طبيعة الحال له مصلحة، الدول الغربية لها مصلحة، لأن تتقاسم مجموعة من الدول الغربية تتقاسم مع الكيان الصهيوني نفس المقاربة اللي هي مقاربة إحلالية. أمريكا احتلت أرض الهنود، وكذلك كندا احتلت أرض الهنود، وأستراليا احتلت أرض السكان الأصليين، فهي نفس المنظومة، منظومة ديال الاستعمار ديال استغلال الخيرات ودار ديال التآمر على الشعوب الأصلية أصحاب الأرض، وبالتالي أكيد أن غيكون تضامن بيناتهم واستغلال كافة الإمكانيات ديال المنظمات الدولية والإعلامية والعسكرية والسياسية لتأكيد التضامن. بل السؤال المطلوب هو ما هو دورنا نحن كدول، كمسؤولين، كسياسيين، كنخبة، كأبناء هذا الوطن من رجال ونساء وأطفال. هذا ما أكدنا عليه في المداخلة في هذه الوقفة، على أن لكل دور ويجب أن تتكامل هذه الأدوار، اللي في حقيقة نؤكد على أن القضية الفلسطينية هي كذلك قضية وطنية. والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه في هذه الليلة المباركة.